أعرف الجملة التالية. وقف. تقول له فشرت. تقول له. تقول له فشرت. قال لها أنت طالع. طيب أنسى شو هاي؟ تهجر. أخذ السؤال والله صعب كتير. بدك يلعبين على بعض؟ أي تمام. مرحبا. بما انه رجعت المدارس ورجعنا للدراسه وهالقصص، رح نعمل لهم اختبار بماده العربي تبع صف التاسع ونشوف اذا رح ينجحوا ولا لا، ويلي بينجح رح احط له نجمه على جبينه. نسيت خبركم شغله، انه انا هون كاتبه اسئله كذا نموذج، اربع نماذج، في اسئله فعلا جايبتها من كتاب التاسع وفي اسئله كثير بتضحك. احضروا الحلقه الاخير لتشوفوا الاسئله، ولا تنسوا اللايك والكومنت والسبسكرايب كل شيء، وخلونا نبلش. بدك تقري لنا السؤال مشان العالم يعرفوه وتجاوب. الاول اجمع الكلمات التاليه: البرية، بريات، الشمس، شمس، شمسات، امرأة، امرأات. نسوان. نسوان. ما في جمع لامرأة. ما في، خلص. اوكي، هلا السؤال الاول بدك اعطيك علامة دغري دغري. السؤال الاول غلط، اللي بعده تمام. السؤال الثاني: اعرب الجمل، الجملة التالية من درس الظروف: ظرف مكان، ظرف زمان. ولا يعني هاي بهي الجملة في عندك ظرف. نادي لي. بعد انا الحين استأذن. ران. انسحبت، انسحبت دغري. لا ما بيصير هذا فحص. يلا. وقف الطالب امام المسرحي. سهلة سهلة. وقف فعل ماضي. اوكي. طالب فعل مفعول به. لا طالب اسم. طالب اسم. مين اللي وقف؟ طالب. من مفعول. الذي وقف عليه الفعل؟ فاعل. فاعل. هي مخلوقة. وقف فعل ماضي. الطالب نسيته. فاعل. فاعل أمام لك إذا بتقلي إيه؟ زمان. إيه؟ المسرحي. بس مو ظرف زمان. ظرف مكان. إيه. سعد الله، سعد الله. عرفت. خلص مسامحة بالباقي. لا باقي السؤال مو باقي الورقة. يلا السؤال الثالث: اشرح البيت التالي. أبكت. أبكت تكلم تكلم الحمامة. حمامة أم غنت على فرع غصنها الليل. حمامة كتر ما أنا مبسوطة على الفرع اللي واقف عليه. لا تغني ولا تبكي. أوكي. هيك. إيه بس أنتي قلتيها بالشقلوب. يعني هو يعني إيه هي يا بدها تبكي يا بدها تغني على الغصن المهتز أو الهيدا هو المياد إنه غصنها المهتز أو عم يرفرف. السؤال يعني. الرابع. أوكي. الشمس. تفضلي، هذا السؤال كتير مهم. ركزي ركزي. الشمس متمشمشة. متمشمة. الشمس متمشة. متمشمة. متمشمة. إيه ده؟ الشمس متش. متمشمة. لا ملل. سين اكلتيها ليش؟ ما شفتها. متمسمشة. اوكي. الشمس شو؟ متمسمشة. لكي عم بقول لك اياها. متمسمشة. طب ايه الخيارات؟ متمسمشة. ليش مصر على الاول؟ ايه الشمس. الشمس. خلاص اوكي، هذا السؤال صفر. الشمس مصرات. سؤال خامس. موضوع عليه تجاوز ثلاث جمل عن شعور أم عصام عندما طلقها أبو عصام لأنها قالت له كلمة فشرت. هذا السؤال إذا بتجاوبيني عليه رح نجحك بغض النظر عن اللي فوق. عم يتخانقوا؟ عيط عليها أبو عصام؟ بالفصحى. لا. يتشاجرون ويتخانقون أم ثم قام ودخل. المهم يعني انه سدت تجمع كل الكلمات العربي مع بعض. كله بالفصحى. تقول له فشرت. تقول له. تقول له فشرت. قال لها انت طالع. شو قال لها على الكاميرا؟ لا شو صار. تطلقت ام عصام ونام ابو عصام حافيا على الدرج. انا قلت لك ثلاث جمل، صار قصيده روايه. صار خلصوا؟ خلص انت نجحتي. تمام. تعي بدك تحطي نجمه. اللي بينجح بيحط نجمه. غني لنا لبين ما طلع. حسافة ضاع عمري ويا. ارجيني. واو. على الكاميرا، على الكاميرا بتشلي. اول سؤال. سؤال: اجمع الكلمات التالية: البرية، الشمس، امرأة. يعني بدك جمع كل كلمة انت؟ اكيد مكلون سوا. البرية هي البراري. اوكي. صح؟ ايه. ما دخلني انا، اخر شيء بعطي علامات. الشموس. الشموس هي الشمس هي الشموس. الله عليك. سقفوا له. ايه بعدها. والامرأة
نعم نرجع بنعيد شو الامرأة. الامرأة يعني شو جمع امرأة؟ نفسها. لا مو سر يعيدها نفسها. شو جمع امرأة؟ نساء. حيايا. بس نساء بدون حيايا. اوكي تمام برسبك ها. لا لا خلص مشان اوكي في عقاب اذا بترسب. حيايا ولا نساء؟ النساء. اوكي يلا السؤال الثاني. اعرب الجملة التالية من درس الزروب. طب علي صوتك. لازم اقرأ على النايس انا لا افهم السؤال. اها اوكي يلا. هذا فكر حاله فحص على الجدي يا جماعة. امام المسرح. هو اعرب دقيقة دقيقة لا ما سمعوك هن شو السؤال فبدك تحاول تعلي صوتك. وقف الطالب امام المسرح. علي صوتك بس ما تعيط. اعرب الجملة انت قلتي لي ما هيك؟ وقف. لا بدون تنقيه. وقف وقف هو اوكي على المسرح. ايه شو ايه شو اعرابها؟ ما بعرف انا ما ادري والله ما ادري انا ما بتعرف شو يعني الاعراب؟ بعرف الاعراب بس هي انت جايبه كلمات صعبه. وقف صعبه يا جميله. وقف يعني شو بدنا فيه؟ وش فيك انهبلت؟ انا بالامتحان شو اعمل؟ السؤال اللي بشوفه هيك شوي صعب بتركه بروح للي بعده بعدين برجع بعدين بنرجع له اللي بعده. السؤال الثالث شوي كمان بدي نقلك. لك معلش انت اقراي لي. اعتبري حالك مخي الباطني معلش. لا انا هون الانسه ماني مخك الباطني. طيب انسه شو هي؟ ابكت تي كلامو الحمامه أم غنت على فرع غصنها الميادي. المهم نشرح البيت. أبكت يعني هي زعلانة كتير. لا هي مو أبكت هو عم يقول أبكت يعني أنه يعني في حل أنه هي هي زعلانة يعني. أبكت تلك الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي. يا أخي مسامحتك بهذا السؤال. معلش بدي جاوبك عليه أنا شو يعني مشان دكتورة العربي بدي اياها تشوفه انه يعني اعرب لك اياها انا. ابكت ووقف ما قدر يعرف. ابكت عم اقول لك يعني ابكت ابكت يعني يا اخي ابكت هي ابكت ولا لا؟ عم هي ابكت ولا لا؟ ولا هي غنت على الغصن؟ ليش عرفني وانا المحافظ؟ هو هيك قصده والله العظيم. السؤال الخامس خلص بلا هذا. وين احكي لي السؤال الرابع؟ السؤال الرابع الشمس. الشمس المتشمسمسة. هي نفسها؟ والله كاتبين انتوا في خيارات راهن. متشمسمسة. ايه ده؟ ايه ده؟ شو هي؟ متشمسمسة. حاطط لي عم يحكي شيء وحاطط لي ايده على خيار ثاني. متشمسمسة قديمة هاي بالصف الرابع كنت عاملها حصة العربي. السؤال اللي بعده. السؤال الخامس. احكي لي موضوعا لا يتجاوز 3 جمل عن شعور أم عصام عندما طلقها أبو عصام لأنها كان كلمة فشر. 3 جمل كيف طلق أبو عصام أم عصام؟ هو أول شيء الحق عليه فصحى. هو الحق عليه لأنه فات إلى المنزل ضايجاً. عرفتي كيف؟ ضاج عليها ومن الحكي فصحى. أنتوا ترجموا بالفصحى. ما شاء الله عليك حطنا ترجمة تحت. ليك إذا عن جد إذا بتجاوبني على هاي بطريقة حلوة رح نجحك. خلاص يلا. دخل أبو عصام إلى المنزل كان معصباً منزعجاً جداً. طرق باب المنزل فلم يفتح له أحد فدخل إلى المنزل وأصبح شجار بينه وبين زوجته أم عصام سعاد. فقالت له فشرت. هون قالت له يا فشرت. فقال لها أنت تقولين لزوجك فشرت؟ فقالت إيه فشرت. فقال فألقى عليها يمين الطلاق. شلون أنت طالق. الله عليك الله عليك انت ناجح. غني لنا لبين ما بس معلش يجي الايقاع تبعي. تفضل هلا رح تغني لنا والنجمة عجبينك. استنى طيب ورفيق الدي جي تبعي لازم احط له نجمة؟ لا ما بصير ما نجح ما عملنا معنا اختبار. 1 2 3
ميل يا غزيل ويا غزيل ميل ميل يا غزيل يا غزيل ميل ميل لك ميوني. سؤالي الأول، اشرح الكلمات التالية بدون شرح كلمة عناء. العناء هو العذاب أو التعب أو المشقة، بتجي بكذا معنى حسب الجملة. الزيزو ما بعرف الزيزو الآلات يسبقني إلى الدرج. أزيزوا الآلات بظن يا معنى طقطقة الآلات أو الطقطقة أو اللحن أو الرنة، يعني قربتي نغمت الآلات صح، يعني فينا نقول إنه الصوت أو الصوت الصادر عن آلة معينة يعني. برافو. السؤال الثاني، اشرح الكلمة كما وردت في النص التالي، وأنا أحس الغبطة في أعماق نفسي. الغبطة يعني هي إنه كيف بيقولوها، الغبطة ضيق الخلق أو التعب النفسي أو ضيقة النفس أو التعب الروح بشكل عام. واو يعني ما شاء الله، يعني أنا ما بعرف، حابة خليك تحلي كلياته لنشوف إذا حتنجحي ولا لا. كل النماذج. السؤال الثالث، أعرب الجملة التالية من درس المفعول لأجلي. هلأ هون بقى بدك ترجينا قدراتك بالعربي. أسعى. أوكي، أسعى فعل ماضي مبني على الفتحة. بلشتي غلط. أسعى أسعى فعل مضارع. أوكي الله، برافو حبيبي، برافو حبيبي. فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف إلى حرف جر، تعليمي اسم مجرور بالكسرة، الخطي مضاف إليه مجرور، حبا الخطي حبا مفعول لأجله به. هي بتجي يمكن حرف أو شيء بس ما بذكر شو كانت. ما عم يطلع معك عن جد، ممتاز. الله عليك، أحسنت يا ابني والله. السؤال الرابع وأخيرا، أحكي لي موضوعا لا يتجاوز ثلاث جمل تحدث فيه شعور لما شريف في كلمات أغنيتها يما أنا اللي يريده عقلاته شغل إيده. أوكي أو صفي لنا شو حاكية بالغنية بالفصحى. بظن كانت تريد أن تنقل لنا شعور معين تصف به محبتها لحبيبها أو جماله أو مشاعره، ولكنها باءت بالفشل. وبرأيي أن تتوقف عن الغناء. ليه تجرحني؟ طيب هلا بغض النظر عن هذا السؤال، يعني انت نجحتي معنا. الله، ثانك يو، اهلا وسهلا. دلال المفعول لاجله في جمله تاليه، يجتهد سعيدا طلبا التفوق. يجتهد فاعل ولا مفعول؟ شو فاعل ولا مفعول؟ مفعول لاجله. مفعول لاجله. طب عربه بركي بيطلع معك. ساعديني. يجتهد فاعل. يجتهد فاعل؟ لا فت بالحيطان. مفعول معناتها إذا يجتهد فاعل. سعيد شو؟ مفعول. سعيد مفعول. ما شاء الله عليك. أوكي، شكله سعيد رح يطلع مفعول لأجله. أخذ السؤال والله صعب كتير. فيك تتخطى بس انتبه بدك ترسبها إذا رسبت في عقاب. أيوه، يعني السؤال الثاني إذا بدك فيك. ما هو شعور الشاعر في البيت التالي؟ علم الله إنني من فراقي ذلك العيش في سقام وحزن. شو شعور الشاعر؟ هذا اسأل سؤال كان يجينا على فكرة. علم الله، هذا أقولها أنا بالعامي مو بالفصحى. شو؟ كتير سهل، أسهل من هيك؟ بدك أسهل من هيك؟ شو؟ طب شو ممكن يكون شعوره؟ حزين. ايه حزين. حزين. حزين ايه. يا ولد يا ذكي، يا ولد يا ذكي. حول الأغنية التالية في التالية اللي فص. إلى فصحى. أنا هيفا أنا من غيري أنا لأرتدي بعيوني حلوين. أنا هيفا هي فصحى أول كلمة. ايه. شفته بحب ساعد طلابي أنا. أوكي. أنا من غيري. ايه. أنا لأرتدي بعيون حلوين رقصني لأن فصحى. طب عم تعمل شي خير عم ترجع تقراها لك. إيه يا فصحى شلون؟ بعيون جميلتين رقصني. ايه. بالفصحى. بالفصحى أرقص معي. حليتها أنا يا جماعة. إيه؟ أنا غنجني مش دلاني. أنا غنجني مش دلاني. غنوجي. إيه؟ أنا عشيقتك مش حبيبتك. أنا بس هي مين؟ بس هي مين؟ من؟ بس هي من؟ مو مين؟ إيه؟ شو؟ هلا مين يعتبر لي حل السؤال، أنا ولا أنت؟ أنت. طيب هذا السؤال للأسف صار عندك بس سؤال واحد صح لحد هلا. إيه؟ الرابع. رأس سؤال، احكي موضوع لا يتجاوز الثلاث جمل أوصف فيهم ماذا فعلت في يومك الماضي. yeah.
ذهبت إلى البيت وتخنقت مع أبي. تشاجرت مع أبي. بس ما تقولي ثلاث جمل. هي جملة. ذهبت إلى البيت وتشاجرت مع أبي. هي جملة. لأني غادرت البيت من ثلاثة أيام. ما صار معك شيء غير أنك تشاجرت مع أبو. حطيت رأسي ونمت لليوم لفقت. بالفصحى. طب ما أكلت ما شربت ما شفت رفقاتك. لا شفت رفقاتي. شو تعمل رجيم ما أكلت؟ لا لم أشرب الماء. أبدا. ولا نمت بالعشاء كمان. حزين نمت بالعشاء. إيه والله. نشحوا ولا رسبوا نشحوا ولا رسبوا نشحوا. قلبك حنون للحين. لا. لا حلو الموضوع تواصلت له ميشا يلا بنحط له نجمة الموضوع حي الموضوع مش هدول لا ضل عزب طلابي معلش موش المايك كمان غني لنا لبين ما زبط طلع لك النجمة غني شو بدي غني انا بدي اغنى شعبي قال خطبتي يا قطة يلا امبارح خطبت حبيبتي الان بالله الله وكيلك اسألي امبارح قال خطبت حبيبته فبدي احكي لنا بموضوع ثلاث سطور بس ها ايه شو شعورك لما خطبت حبيبتك؟ أشو انكسف قلبي؟ أشو كمير خليني أبكي هلو لا إذا بيكي لن حط له النجمة من اللو باي ها؟ زقفولة برافو ما هو شعور الشاعر في البيت التالي؟ علم الله أنني من فراقي ذلك العيش في سقام وحزن يعني أنت بس على الفراق هي شاعر بالحزن من الفراق يعني شو الحزن؟ تايم كلمة واحدة ما حدا بيحكي ايه خلص ايه ما حكيت شيء ولا ما حكيت اعمل لك ايه طلعتك حسيت حالي غبية زيادة وانا غبية بس زيادة لا انت لا غبية ولا شيء بس ايه ده في ايه ايه انا عم بايدك يعني حول الاغنية التالية الا فصحى انا هيفا انا هيفا انا من غيري انا لبت انا هيفاء انا من غيري انا أنا الذي ابتدى بعيون الحلوين بعيون شو؟ بعيون؟ بعيون حلوينون لا ادي حلوينون؟ حلوين بعيون حلوينون بعيون حلوين لا جميلتين بعيون بعيون جميلة ايه الله عليك عن جد لا يعني لا يعني شو بدي احكي؟ أنا خاتمة اللغة العربية يا جماعة أنت خاتمة اللغة العربية احكي موضوع لا يتجاوز الثلاث جمل أوصف فيه ماذا فعلت في يومك الماضي امبارح استيقظت صباحا وشربت القهوة وتناولت الفطور ورتبت المنزل وعودت النوم بس ما شاء الله عليك ما شاء الله ايه وذهبت الى آلاء وشربت القهوة مرة اخرى من هي آلاء؟ آلاء هي طويلة كتير شو هي يعني بالفصحى؟ آلاء آلاء صديقتي آلاء بالفصحى آلاء صديقتي هي فعلا صديقتي اوكي خدي لحط لك النجمة غني لنا لبين ما طلع لك النجمة صوتي كتير بشع عن جد مو نصيحة حدا يسمعه أبدا أنا شو غني لكم بس بوسة عاشق بس ويدلعة بس بوسة شوف فن حدا بس يقدر بس نجمة شو بدك عشرة؟ إيش بنعريض؟ لا والله يعني أنا ما بخجل طلابي يا جماعة لكن لعبين على بعض؟ ايه تمام لا حاس والله مرتبين عليه دزينا بتحتيجي اهلا وسهلا وهيك بتكون خلصت حلقتنا ولا تنسوا اللايك والكومنت والسبسكرايب وكل هاي الامور باي باي